عندي هذا الكارتي ب 2100 درهم، هذا جديد هو 2100 درهم 42 افريال كذلك فيه 5 ونص 42. مي الا بغيتي هذا وهذا اغلبيه عندهم، غنحسبوا لك 2000 درهم زائد 1600 درهم 3600 درهم 72 افريال، جوج براسليات رقاق ديال الفيس وديال الكلو 5 ونص في القياس. سلام خويا، بغيت ناخذ من عندك كلشي كيشكرك. لاله اختك اختي ومرحبا بك ان شاء الله، وتكون من احسن المعاملات اللي غنتعاملوا معاك ان شاء الله. خاتم دياموند مربع، واخا اختي غير صبري معايا. هادو 3600 درهم 72000 ريال، هادو 72000 ريال، 72000 ريال هادو 5 ونص في القياس، كلو والفيس رقاق. هادو الا بغيتي هذا بوحدو 2100 درهم، بغيتي هذا بوحدو 1600 درهم. واش عندك ملي كيتقداو محبوبه تي في؟ وي اختي كيجيو عندي محبوبه، كيجيو عندي. مرحبا بك سنتي، حيت هما من لهنايا من الاطلس. واش نزيدكم شي ميزات ولا بركه؟ قولوا لي واش بغيتو نزيدوهم شي ميزات ولا بركه عليكم. 3000 ميزات ما عنديش، ولكن مولا العيد ان شاء الله غنوعدكم ب 3000 في الدهب المستعمل. قولوا لي واش بغيتو نزيدكم في المستعمل ولا بركه؟ انا مازال عندي خويا، ما بغاش يتغير لنا، ما تبقاش تغبر علينا. لا اختي راه الله، دابا حاليا درتكم مره كندير لكم في 15 يوم باش كنجمع لكم الميزات وكنجاوب بواحد الثمن اللي مناسب. جاوبني راني كتبت لك في الواتساب اختي. جي انا مرحبا بك ان شاء الله غادي نجاوبك في اقرب وقت. عندي هاد لي بوكل وهاد البوندونتيف ديال الكلوي، ياك هذا موديل طوندونس، ها هو في المستعمل في الذهب المستعمل. لا باك يا ربي، عفوا لي بوكل او البوندونتيف لي بوكل بهاد الطريقه كيجيو لاصقين على الودن. هادو في الذهب المستعمل 10700 ريال للغرام، 535 درهم للغرام. عرفتوا هادو كيتباعوا بالموديل، وانا جبتهم لكم اليوم بالغرام. فيهم الغراماج فيهم 5.51، 5.51 مضروبه في 535 درهم، يعني نحسبوا غير 5.5 باش ما ندوغوش في الحساب. ب 10700 ريال كيتقابوا ب 58800 ريال، 58800 ريال الحلقات والبوندونتيف. ثمن الغرام 10700 ريال الغرام، وانتم ما كتشتوهم يعني نقيين. مستعمل بلدي، راني دوزت في المستعمل وراني غادي كندوز. 10000 58800 ريال، 10700 ريال الغرام، 535 الغرام. واش هذا الشيء كنقول لكم دابا واش الميزات ولا ماشي ميزات؟ الميزات عطيونا قلوبها. يلا غورميت في الذهب المستعمل، شوفوا هاد الغورميت هادي ما تستاهلش دوز في المستعمل، وغندوز لكم في المستعمل 540 درهم للغرام، 540 درهم للغرام، فيها جوج خريصات 540 درهم للغرام. هادي 10800 ريال للغرام. يا سلام يا سلام عليك يا مجوهر استاذ الزهر بهاد الاثمنه هادي، جد جد مناسبه. انا كنقول على راسي حيت فريمون لي كومونتير ديالكم كيخلوني نقول هادشي. فيها 2.56 مضروبه في 10800 ريال البياسات ديال لي موديل بالغرام عند مجوهر استاذ الزهر ب 27600 ريال، 27600 ريال. ها انتم فيها 1 2 3 4 5 6 ديال الدوائر، فيها جوج خلصات على حساب القياس ديالك، 27600، 10800 ريال. الاشكال ديال اللي كتباع بالموديل عند مجوهرة غزة هي بالغرام وبالثمن القديم. عندي علاقة ديال شانيل 530 درهم للغرام، 10800 ريال للغرام. علاقة ديال شانيل ب 10600 ريال للغرام، فيها غرام فاصلة 92 مضروبة في 540 530 1.92 قلوبات جوج الغرام تقريبا فيها مضروبة في 530 درهم، كتقام عليك ب 1020 درهم، 1020 درهم. فيها جوج حجيرات طايحين دابا نصاوبهم خلاص بطبيعة الحال، وعاد كنغسلوهم، يعني كنوريك البياسة الحقيقة ديالها وعاد كنغسلوها وعاد نصيفطوها لك ان شاء الله. 1020 درهم، 20400 ريال. وعلى ما اظن الناس غادي كنظن غنكون لبيت كاع الطلبات ديالكم، ونتمنى نكون وريتكم كلشي. يعني كنحاول اللايف كانتم ما دوزتكمش هادو وما دوزتكمش الخواتم المارياجات، كنت ناوي ندوز لكم ما بقاش الوقت فريمون، ما كيبقاش الوقت اللايف كيدوز فيه بزاف ديال الميزات. داكشي باش عندي واحد الحويليقات مخرمين حتى هما ندوزهم لكم في المستعمل.
هادو فيهم 2.26، هادو فيهم 2.26 حتى هما في الدهب المستعمل، 2.26 هادو ديال التخرة مضروبة في 540 درهم للغرام، كيتقاموا ب 1220 درهم، 1220 درهم، هادو مازال تاهما يتغسلو كذلك، 1220، 1220 درهم خريصات بهكا كيتسدو هكا وكيجيو لاصقين الناس اللي كيلقاو كيلقاو الود المشروبه ما كيجيوش حلقات لاصقين هادو كيجيو هكا بهاد الطريقه يعني هكا كيجيوك في الود. نتمنى نكون اخر اطلال على الذهب المستعمل قبل ما نقطع اللايف ان شاء الله، وقولوا لي البنات كيف اللايف ديال اليوم كيف جا، وبغيتكم كلشي تعطوني في لي كومونتير كيف جا كيف كان اللايف ديال اليوم. بالنسبه للجوهر اللي كان كوموندا شي حاجه وبغى الجوهر الغليظ ها هو كيدير 130 درهم للخيط، ممكنش 200 ماكاينش 250 درهم، هذا الغليظ 130 درهم، يعني ممكن تزيدوا مع شي كوموند 130 درهم 3000 2600 درهم، هذا ب 2600. ولا بغيتي هذا الدلوان داير 150 درهم، بقى بياسه وحده منه ولا جوج 150 درهم، هذا عقيق حر. بقى هذا كرونا كيدير 100 درهم، يعني دير فيه اللويز دير فيه اي حاجه وبقى على ما اظن هادو هما الالوان اللي كنضمن لي عندي حاليا. بالنسبه للخيوط ديال ليبول مازالين غنرجع معكم ل 170 درهم فيهم كاع الالوان، 170 درهم 3400 درهم، يعني كادو غيتباعوا هادو كادو ياس بزاف في الصيف، او اللي بغى يستقبل العائله الجاليه الاوروبيه يعني غيشري له كادو ديال الذهب، كنعطيوك بواطه غزاله يعني بواطه تسهل داك هادي يعني بواطه كتكون غزاله كتاخذها مع خيط ديال ليبول ب 170 درهم، فيه 10 د ليبول وليبولات كبار وفيهم بزاف، عندي هادوك ب 170 وعندي هادو بالعقيق وفيهم الجوهر، هادو كيتقاموا غندير لكم 200 درهم 4000 ريال، هادو 200 درهم 4000 ريال، 200 درهم هادو 4000 ريال، كتلقى فيهم هادو وكتلقى فيهم حتى بالجور هكا وكذلك كيبقاو ديما 10 ديال الليبول، هادو ديال ديال آية القرآن 350 درهم. خليني ندوز معكم بياسات ديال الصيف البنات باش نصلي اللايف. عندي هادو الخميسة 600 درهم، هادو ما هادو إلا بغيتي الإرسال راه كتزاد عليك 50 درهم، بغيتي دوزو مع شي كوموند راه نحسبو لك الثمن، 600 درهم. القريطيسة 600 درهم، 400 درهم، 170 درهم. عندي هادو 600 درهم كذلك 12000 ريال ديال الحلزونة. عندي هادو اللي قلت لكم ديال العقيق 140 درهم. البنات قبل ما تمشيو قولوا لي كيف دات اللايف ديال اليوم واش عجبكم وشنو الحوايجات اللي كانوا فيه زوينين وشنو الحوايج اللي ما كانوش زوينين. والبنت اللي سولتني على لونسومبل درافينيتي انا غنعبر لك اختي، وكنعتذر من البنات الاخرين اللي ما دوزتهمش شي ارتيكل كانوا طلبوه مني، كنعتذر منكم بزاف بزاف. دوز عندي الواتساب وقولوا لي داكشي اللي بغيتو وان شاء الله نصوره لك في اقرب وقت ان شاء الله، ماشي مشكل. خلي الكومونتير ديالك الميساج ديالك ما تبحس مسحوج، يعني غنجاوبك على نهار على يومين، المهم اجابه غتكون، وحتى الا ما عطيناكش البياسه راه غنعوضوك باحسن منها ان شاء الله. دابا البنات اللي بغات شي حاجه راه كنقيدوها، واخا حاليا ما تبغيش زعما ما تكونش من النصيب ديال هذيك الارتيكل، يعني مره اخرى يطيح في يدينا كنعلبوك. بالنسبه لي سولتني لونسون بالكامل درافينيتي اختي غيتقام عليك ب 9000 درهم، فيه خاتم كبير فيه السلسله ديال الحصيره، ولا بغيتي اي بياسه من هذا لونسون بوحدو ممكن تاخذو بوحدو، يعني ماشي بالضروره تاخذو كاع مجموع، فيه الحلقات طوال الا بغيتي القصار راه كاينين، إذا بغيتي القصار هذا جديد بغيتي القصار، لكن الكورميطا بغيتيها بهاد السنسله هادي او بغيتيها بالسنسله د الحصيره كذلك راه موجوده، هذا ب 9000 درهم 180000 ريال، 180000 ريال 9000 درهم هاد لونسومبل ديال الرافينيتي، 9000 درهم. بغيتي كورميطا الحصيره راه كاينه بحال هاد السنسله، بغيتي الحلقات الصغار غير وحده لاصقه كاينين، الراد كل غرام اختي ديال 580 درهم خويا، دوز كلشي من زربان دوز كلشي واختي، يعني راه اكبر لايف كيدوز هو كيدوز عندي، يعني كتوصل لمده ديال ساعه ونص وانا كنهضر، وبعد انني كنعتذر من الناس اللي غيكونوا كيتفرجوا اللايف، الناس اللي قبيله شحال واحد رديته على حساب الوقت كنعتذر منهم، وغدا ان شاء الله نعوض لهم هادشي.
البنات كان معكم زكريا من مجوهرة غزة عند زكريا. نتمنى يكون اللايف ديال اليوم عجبكم ويكون الاعجاب ديالكم وكانوا الهميزات كانوا الهميزات كثار. اللي بغى شي حاجه معايا غير يتواصل معايا في نمره الواتساب اللي هي 0621 24 02 46. بغيتو تتابعونا في لاباج انستغرام او يوتيوب او فيسبوك مرحبا بك مجوهرة غزة عند زكريا، او في الانستغرام اللي بغيتي تكتب حتى الا ما خرجتكش هذه السميه تقدر تكتب هاد السميه ديال بيجو تخي زكريا قناش غتخرج لك ان شاء الله. المحل تكون كيتواجد في رقم واحد زنق سموسكو حدا في ازرو في السويقه ديالي حدا في انفاس مع الطاحونه القديمه حدا يوسف الخضار الغني عن تعريف الاخ والصديق ديالنا. مرحبا بكم جميعا وان شاء الله امسيه سعيده وكنتمنى لكم عيد مبارك سعيد ان شاء الله. نقول لكم من اليوم عيد مبارك سعيد خليكم بالصحه والهنا وبطول العمر وان شاء الله صيف كامل مليء بالهميزات وان شاء الله راه كنوجد لكم باش ندير لكم كل سيمانه فيه لايف. انا حالف تلبسكم كلشي الذهب كلشي المستعمل. نتمنى تخلي قبل هادشي وخليو واحد اخر كومونتير كيف داز اللايف ولا كان عجبكم ما تبخلوش علينا بالقلوبه وشكرا لكم بزاف الناس. نقرا شي شويه ديال الكومونتير قبل ما نقطع اللايف. عافاك الراتكو ديال اليد العريضه اختي الراتكو ديال اليد العريضه سمحي لي تواصلي معايا هذه دايره 580 درهم للغرام اي وحده عجبتك ضربيها في 580 درهم ونحسبوها لك وراني ندوز ديك القدام. رافينيتي بشحال الغرام؟ رافينيتي اختي على حساب الجديد راه يعني تواصلي معايا في الواتساب باش نعطيك الثمن الغرام والغرام ديالها اونصوم. نقص لي غورميت ديال رافينيتي وقول لي شحال يطيح على دوزي عندي اختي على الواتساب ومرحبا براس لي جاكوار في المستعمل ما متوفرش اختي حاليا ندير مجهود ان شاء الله المره اخرى ولينا ديك السرتلات ديال الفتول الله يخليك اختي. هاد الفتول ها هي راه عندي القياسات ديالها ولينا ديك السرتله الفتوله وريتها لك اختي وريتها لك. يلا البنات البنات بغيت نقرا اخر البراسليت ثلاثه عافاك اختي خديجه اللايف راه كيبقى اونجستري في لاباج فيسبوك رجعوا شوفوا اللي عجبك وتواصلي معنا في الواتساب ومرحبا بك. شحال الدم اللي جا السويري راني دوزت اختي السويري ما عنديش السويري دوزت هادو السويري راني دوزتهم هادو دوز ديال من فوق. تهلاونا في راسكم امسيه سعيده تصبحوا على خير. ما بغيتش نقطع لكم اللايف كاملين يلا تمشيو ان شاء الله واللي بغات شي حاجه تواصل معايا في الواتساب ومرحبا.